مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده السادسه تحيه، والنهارده بالذات تحيه خاصه جدا لكل جماهير نادي الاهلي اللي كنت حريص جدا بالمناسبه على متابعه ردود افعالها. ما اختلفش رد فعلي عن كل جماهير نادي الاهلي طبعا بعد الخساره امام سان داونز، في حزن، في غضب، في مصارحه، في مطالبه بتصحيح الامور. وكلمت معاكم في حلقه امبارح بمنتهى الصراحه ومن القلب والله، وقلت لكم انه ممكن يكون التوقيت مهم جدا، وخصوصا انه الاهلي ما زال حتى اللحظه امامه فرصه لتحقيق كل الالقاب. اختلفت الحسابات، كانت صعبه كانت سهله، ما زال موسم الاهلي حتى اللحظه قابل جدا ان يكون موسم ناجح. وحتى لو ده حصل، وقلت الكلام ده امبارح برضه، وحتى لو ده حصل فده ما يمنعش ان احنا نفتح كل الملفات ونتكلم بمنتهى الصراحه ونقيم القديم والجديد، ونتكلم دايما في مصلحه النادي الاهلي وفي حب النادي الاهلي. وده الكلام اللي انا شفته. انا حريص على، بحب الصحيح السوشيال ميديا، لكن فيما يتعلق بالاهلي بتابع وبرصد ردود الافعال وبشوف جماهير نادي الاهلي بتقول ايه. واللي يمكن يعني خفف عني شويه انه لقيت معظم الجماهير الحقيقه بتساند وبتدعم، وده اللي انا براهن عليه وده اللي انا اتعودت عليه دايما من جماهير النادي الاهلي. في حزن من الخساره، في زعل من الخساره، لكن في نفس الوقت كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله نقدر نعدي المطب الصعب. الحقيقه التي لا يمكن الحقيقه ان احنا نختلف عليها هي انه بالنسبه لكل انديه افريقيا الايام ودول زي ما بيقولوا، يظهر فتره من الفترات صراع، بدايه يعني من لما انا اتفرجت او شفت يعني، او بدايه من امجاد الاهلي وبطولاته في افريقيا، يكون موجود عندك اشانتي كوتوكو، يبقى شويه معاك اسك ابيدجان، يبقى شويه معاك انيمبا النيجيري، يبقى شويه معاك اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، شويه صفاقسي، شويه نجم ساحلي، شويه ترجي، شويه وداد، لكن يظل الاهلي على مدار كل العصور هو سيد السياد افريقي. الحقيقه الثانيه الحقيقه اللي مفيش جدل او خلاف عليها، واللي عندي يقين باذن الله والايام هتثبت لحضراتكم الكلام ده، انه الاهلي هيرجع افضل من الاهول، الاهلي هيرجع عملاق افريقيا وسيد افريقيا والايام بيننا. الرهان في الاول والاخير باذن الله ان شاء الله بعد اراده المولى عز وجل على جمهور النادي الاهلي اللي دايما 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 عودنا انه يقدر يصنع الفارق. في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها الاهلي بدا الموسم بتحقيق اول القابه وهو لقب السوبر الافريقي، السوبر المصري. ثم كانت تاني المحطات الوصول لنهائي بطوله الكاس. ثم الدوري المصري، ما زال الاهلي في الصداره رغم انه ليه عدد من المباريات المؤجله، وما زال الكل يلهث، يعني كله بيتنافس او بيحاول يوصل لصداره المشهد على وعسى يشارك في بطوله دوري الابطال اللي جايه ان شاء الله مع النادي الاهلي. وما زالت حتى بطوله افريقيا اللي احنا تلقينا فيها الصدمه، ما زالت امال الاهلي قائمه، وهي ليست بامال ضعيفه. يعني خليني اكد لحضراتكم ان مباراه السبت، طبعا مباراه الجمعه بالنسبه لنا هي الاهم، وهي محور حديثنا النهارده، لانه انت خارج من مطب صعب، خارج من هزه حصلت جوه الفريق. اكيد مستر كولر بيرتب اوراقه وبيعيد حساباته وبيفكر ازاي يطلع من الازمه دي على مستوى الفريق، وخصوصا قبل المباراه المهمه جدا امام القطن الكاميروني. ومباراه السبت اللي جاي ان شاء الله بين سان داونز والهلال السوداني ليها حسابات كتيره جدا معقده. خد بالك ما تفتكرش انه سان داونز اكتفى بفكره التاهل، اعتقد انه المواجهه مع بطل السودان مع الهلال السوداني هتكون مواجهه مهمه جدا بالنسبه لسان داونز زي ما هي مهمه جدا بالنسبه للهلال، وكل السيناريوهات وارده. صحيح المباراه بتتلعب في السودان، لكن انت عندك احتمالين من اصل ثلاثه، عندك احتمال اول انه الهلال يتعادل، وفي الحاله دي مطلوب منك تكسب الهلال بفارق هدفين على الاقل، وعندك السيناريو الثاني او الاحتمال الثاني وانه سان داونز يفوز، وهنا مطلوب منك تكسب الهلال باي سكور حتى لو كانت النتيجه 1-0 عشان تضمن التاهل للمباراه النهائيه. فما زالت الحظوظ قائمه، ما زال الموسم قابل جدا ان هو يكون موسم ناجح. وهكرر مره ثانيه عشان ما حدش بيقول بيطبل او مش بيطبل، بين قوسين حتى بعد نهايه الموسم وان كان موسم ناجح، اعتقد انه الاهلي هيكون ليه وقفه كبيره جدا 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 بدايه من البريك او من فتره الراحه في فتره الصيف عشان يحضر نفسه ويعيد ترتيب اوراقه ويعيد تقييم وضع فرقته على كل المستويات الحقيقه قبل ما نروح لموسم جديد برضه ان شاء الله نتمناه انه يكون ناجح. هنروح مع حضراتكم ل
جنوب افريقيا نطمن على اخبار بعثه النادي الاهلي هناك، وخصوصا انه وبرده دي من النقاط الايجابيه اللي ممكن تراهن عليها. انا مش عايز ارجع معاك بالتاريخ، ومش عايز اعدد لك ال 40 يوم اللي فاتوا دول الاهلي خاط فيهم مواجهات عامله ازاي وسافر فيهم قد ايه، واللعيبه يعني كان الله في عونها في الاخر. برده مش قادر ارمي الحمل كله او اللوم كله عليهم، لانه الحقيقه بذلوا مجهود فوق طاقه البشر. 40 يوم صعبه جدا 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 على اي لاعب كره في اي حته في العالم. انتوا بتتكلموا على اوروبا وان اللعيبه بتلعب كل 3 ايام في بطولات مختلفه، القصه هناك غير يا جماعه. في مصر وفي افريقيا الموضوع مختلف تماما، والاهلي لو بيلعب في اوروبا ظروفه هتكون افضل كتير جدا من لما يكون بيلعب في افريقيا وفي مصر. الملاعب غير، الاجواء غير، الانتقالات غير، الاقامه غير، اجواء عموما كلها غير. وانت بتلعب في جنوب افريقيا في حاجات كتيره جدا انت مش حاسس بيها او مش حاططها اساسا في الاعتبار. كام رحله سفر خاضها لعيبه النادي الاهلي، كام لقاء من العار الثقيل. انا مش بكلمك عن ماتشات دوري مصري وكاس مصري، الفرق هنا الكبيره قاعده بتتعثر مباراه تلو الاخرى، يعني زي ما بيقولوا. بكلمك على ماتشات مع الريال ومع فلامينجو ومع سياتل ومع سان داونز ومع الهلال ومع يعني ماتشات من العار الثقيل. لكن في النهايه زي ما اتفقنا انه الاهلي يجب ان يكون حاضر في اي مناسبه وفي كل ظروف. عشان ده يحصل لابد ان شاء الله باذن الله يبقى في ملفات كتير جدا تتفتح، لكن مش ده التوقيت المناسب. هنروح جنوب افريقيا زي ما قلت لكم، وهنروح كمان اكتر نخش في تفاصيل، وده اللي يهمنا دلوقتي قبل يمكن ايام قليله من مباراه القطن. نتكلم على المواجهه المهمه جدا بالنسبه للاهلي وجماهيره، وخصوصا زي ما قلت لكم ان في يمكن تكون اطول بريك، اطول فتره راحه خاضها الفريق من فتره طويله جدا. بتتكلم على تقريبا 6 ايام او 5 ايام هو الفصل الزمني بين سان داونز وبين القطن الكاميروني، فبالتالي فرصه جيده جدا لالتقاط الانفاس، فرصه جيده جدا لاراحه اللاعبين، فرصه جيده جدا لاعداد نتمنى ان شاء الله يكون على المستوى قبل مواجهه القطن الكاميروني. خلينا نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نبدا في تفاصيل حلقتنا. هي مش بس تقدر تقول عليها فرصة لالتقاط الأنفاس البريك اللي حصل بين ماتش سان داونز ومباراة القطن، لكنها فرصة أمام لاعيبة النادي الأهلي لمصالحة جماهيره الكبيرة. الحقيقة يمكن يعني ما تقبلتش ويعني زعلت بشكل كبير جدا بسبب خسارة سان داونز من سان داونز بالخماسية، لكن بإذن الله بإذن الله فرصة للرد وفرصة لتصحيح المسار وفرصة لرد الاعتبار لكبير القارة في مباراة يوم الجمعة اللي جاية. خلينا نروح لجنوب أفريقيا وتحديدا مع زميلنا فاروق صلاح، موجود هناك من داخل مقر إقامة النادي الأهلي وفي خلفيته ملعب كرة الحقيقة ما شفتوش قبل كده. يا فاروق مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، أهلا بيك معنا في السادسة. فاروق مساء الخير، سامعني؟ طيب لغايه لما يرجع لنا فاروق مره تانية، زي ما قلت لحضراتكم يمكن يكون اطول بريك ما خدوش الاهلي من فتره طويله جدا، وبالتالي على مستر كولر انه يفكر بقى ازاي يستغل ده. واحد اعتقد احنا متفقين انه في لعيبه كتيره جدا واضح او ظهر في مباراه سان داونز ان هم محتاجين يرتاحوا، وكان من الاولى طبعا واحنا يمكن يعني واحنا بنبتدي الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم مع حضراتكم على مطب المقاولين وقد ايه المباراه دي مش جايه في توقيتها خالص، وخصوصا انه رحله السفر لجنوب افريقيا طويله جدا وان يمكن تكون اهم مباراه في دور المجموعات. لكن خلاص قدر الله وما شاء فعل، اللعيبه دي لعبت ماتش المقاولين وسافرت جنوب افريقيا ولعبت امام سان داونز وظهر كتير من، وانا هنا بتكلم على مش كل لعيبه، بتكلم على اللعيبه اللي ممكن تكون مفاتيح لعب، ودول في الفريق النادي الاهلي مش كتير، يعني مش كتير. اللعيبه اللي بتصنع الفارق دايما، اللعيبه اللي بتراهن عليها انها تكون موجوده في المباريات الصعبه او في اللقاءات الصعبه، ما كان واضح بشكل كبير انه اغلبهم باستثناء بيرسي تاو الحقيقه، يعني باستثناء بيرسي تاو انا شايف انه معظم لعيبه النادي الاهلي ما كانتش في حالتها طبيعيه. ممكن يكون الجو في جنوب افريقيا مأثر، وارد جدا. ممكن تكون حاله الارهاق والاجهاد نتيجه السفر المتوالي نتيجه ماتش المقاولين، يعني كلها ممكن تخش فيها الحسابات. لكن في النهايه عندك فتره 5 ايام هيتم استغلالها كافضل ما يكون. هل من الوارد او هل من الممكن ان مستر كولر يفكر في اسماء جديده تظهر في مباراه القطن الكاميروني؟ وارد جدا. اخاف من القطن بس لانه كوره ما يقلنيش، فريق مفترض يعني انه في المتناول، لكن ظروف المجموعه، رغبه الاهلي في حسم اللقاء لصالحه، ضروره يعني حسم اللقاء لصالحه،
القطن على ملعبه، رغبته في إثبات نفسه قدام جماهيره، كل دي حاجات ممكن تأثر في سيناريو المباراة. لكن نتمنى إن شاء الله إن احنا نكون جاهزين، والأهم إن احنا نعمل اللي علينا. مين هيلعب؟ احنا في ظهر اللي يلعب. يعني في كلام طبعا انه ممكن يكون في ظهور جديد لاسماء كانت مش موجوده الفتره الاخيره. انت عندك سكواد تقريبا كامل، لانه عوده عبد القادر، عوده السوليه، عوده خالد عبد الفتاح، وجود علي لطفي، كل دي اسماء ممكن تكون او نشوفها في مباراه القطن او تاخد فرصه في مباراه القطن الكاميروني. خلينا نروح لفاروق نطمن منه على اخبار النادي الاهلي في جنوب افريقيا. مساء الخير يا فاروق. طبعا فاروق انا شايف طبعا الباك جراوند في يعني في غابه كبيره جدا، ملعب كره يمكن كبير جدا، وده خليني برضو اكد ان انت بتكلمنا او تتواصل معنا من داخل مقر اقامه الفريق في جنوب افريقيا. يعني خليني في البدايه ارحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وارحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني خليني اقول لك ان اللي في الخلفيه دوت يعني احد المتاحف اللي تم المتاحف هنا في بريتوريا اللي تم تحويلها مؤخرا لاحد القصور الرئاسيه الخاصه برئيس جنوب افريقيا، اللي بيستقبل فيها طبعا بعض الرؤساء او مخصص لاستقبال الوفود او الرؤساء. طبعا بيحتوي على تمثال القائد العظيم بالنسبه لنا لجنوب افريقيا هو نيلسون مانديلا. طبعا انت شايف الحديقه اللي موجوده في القصر الرئاسي دي مفتوحه للجميع. هنا جنوب افريقيا اي مكان مفتوح لممارسه الرياضه وممارسه الانشطه الرياضيه. مشهد مهم جدا، الرياضه هنا هي عنوان كل مكان في جنوب افريقيا. خليني اطمن منك، ويمكن مش عارف تابعت كلامي في يعني قبل ما تكون موجود معانا على الهواء، كنت بتكلم ان يمكن دي اطول فتره بتفصل مباراتين عدى بيها النادي الاهلي في الموسم من بدايته. يمكن خلينا اتكلم معاك ازاي بيفكر مستر كولر انه يستغلها، سواء في راحه اللعيبه اللي ممكن تكون ظهرت بشكل يعني كانت مجهده جدا في ماتش سان داونز، او في تجهيز اللعيبه اللي كانت بعيده نتيجه الاصابه الفتره الاخيره. يعني خليني اقول لك زميلي احمد، في شقين مستر مارسيل كولر بيشتغل عليهم. يعني في الوقت اللي انا بكلمك مستر مارسيل كولر قاعد دلوقتي بيتابع بيتفرج على فيديوهات خاصه بفريق القطن الكاميروني. يعني قبل لحظات من يعني من تواجدنا معاك حاليا على شاشه قناه النادي الاهلي كنت موجود مع مستر مارسيل كولر قاعد بيتفرج على مباراه فريق القطن الكاميروني منفردا، بيتفرج على كل الفيديوهات المباراه الخاصه بفريق القطن الكاميروني والتحضير الفني لهذه المباراه. طبعا هو هيعقد محاضره بالفيديو النهارده مع اللاعبين تمام الساعة 7:30 من أجل التحضير لهذه المباراة، ويعني بعض الأمور بقى اللي بيطلبها من اللاعبين. وبالمناسبة ده هيبقى أول اجتماع لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين عقب مباراة ميلودي سان داونز. لكن الشق الثاني هو شق الاعداد طبعا للاعبين وفتره الراحه اللي الفريق بيحصل عليها ما بين المباراتين. طبعا ده كان في جلسه بالامس ما بين الدكتور احمد ابو عبله ورئيس الجهاز الطبي والكابتن مستر مارسيل كولر من اجل يعني تحديد البرنامج الاستشفائي كامل للاعبين. لذلك ان مستر مارسيل كولر منح اللاعبين النهارده راحه من التدريبات واكتفى بالتدريبات الاستشفائيه اللي كانت هنا داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. طبعا في ظل تلاحم وضغط المباريات الفتره الاخيره النادي الاهلي كان عنده مجموعه من اللاعبين اللي طبعا بيغيبوا لبعض الاصابات العضليه، لكن النادي الاهلي بيستعيد هؤلاء اللاعبين. شفنا حسين الشحات اللي باكد لك جاهزيته لمباراه القطن الكاميروني زي ما اكدنا بالامس، ايضا خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم. يعني الدكتور احمد ابو عبله اليوم هيتم اجراء اختبار طبي اخير لمحمد عبد المنعم لتحديد مدى جاهزيته ولحاقه بالمباراه. لكن يعني الامور او الحديث مع الدكتور احمد ابو عبله طمنا ان بنسبه كبيره جدا محمد عبد المنعم هيكون جاهز في هذه المباراه. هتبدا تستعيد بعض اللعيبه اللي طبعا موجودين معاك في هذه يعني غابوا عن المباراه الاخيره وهيكونوا موجودين في المباراه القادمه امام القطن الكاميروني. التحضيرات اللي بتتم، التجهيز التنسيق اللي بيتم من اجل الاستعداد والسفر الى الكاميرون. طبعا الفريق هيستأنف تدريباته غدا بمشيئه الله. مستر مارسيل كولر ايضا هيعقد محاضره غدا مع اللاعبين، ثم يوم يعني يوم الاربعاء هيكون في تدريب صباحي، ثم السفر طبعا زميلي احمد الى الكاميرون. طبعا هنتحرك من بريتوريا الى جوهانسبرج، ثم الاستقلال الطائره الخاصه والتوجه الى القطن لمواجهه فريق القطن الكاميروني. في اتصالات طبعا بتجرى ما بين الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي مع معالي السفير مدحت المليجي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى الكاميرون لترتيب كافه الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي.
لكن قبل ما يعني في عجاله احنا قلنا يعني ترتيبات الايام القادمه، لكن خليني بقول لك ان اللي بيتم بقى خلال الساعات خلال الايام حديث طبعا زي ما قلنا في جلسه جمعت ما بين مستر مارسيل كولر وافراد الجهاز المعاون بالكامل للحديث عن اغلاق تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز. مش عايز اي كلام في هذه المباراه ولا هنتكلم في هذه المباراه، الكلام كله هيكون على مباراه القطن الكاميروني. ايضا الجلسه اللي جمعت ما بين اللاعبين اتكلموا مع بعض ويعني خلاص هنقفل صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، عندنا مباراه القطن الكاميروني ويجب علينا تقبل النقد من الجمهور، نستحمل الجمهور يعني الجمهور النادي الاهلي اكيد بيعي هذه المرحله وموجود لمسانده ومؤازره ودعم لعيب النادي الاهلي في هذه المرحله الصعبه، مرحله محتاجه تضحيات كتير، محتاجه تحديات كتير. ان شاء الله زميلي احمد لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قدر المسؤوليه في المباراه القادمه امام فريق القطن الكاميروني. رحله الاربع باذن الله ان شاء الله توصلوا بالسلامه طبعا للكاميرون، هتستغرق قد ايه تقريبا يا فاروق؟ وهل هتتجهوا مباشره من جوهانسبرج لجاروة ولا هيكون برضو في ترانزيت في يعني في ياوندي او في اي مطار تاني هيستقبل بعث نادي الاهلي؟ يعني خليني يا زميلي احمد يا رحله الطيران طبعا زي ما قلت لك هتبقى تفاصيل التحرك هتبقى من هنا من بريتوريا لمده 40 ل 50 دقيقه ان شاء الله باستقلال حافله والتوجه الى جوهانسبرج، ثم استقلال الطائره الخاصه من جوهانسبرج والتوجه الى الكاميرون. في رحله الطيران قد تستغرق من 4 ساعات ونصف ل 5 ساعات، وهيكون الوصول طبعا لياوندي ثم استقلال حافله والتوجه الى جروة الكاميرونيه. عايز اقول لك ان خلاص الامور الترتيبات دي كلها النادي الاهلي يعني حسم هذه الامور وانهى هذه الامور الخاصه بمباراه القطن الكاميروني. وزي ما قلنا ان فريق القطن او مسؤول القطن الكاميروني قرروا فتح ابواب الاستاد مجانا لفريق الجماهير القطن الكاميروني، طبعا بيحلم بتحقيق نتيجه خلاص امام النادي الاهلي، فرصه شبه معدومه طبعا في المنافسه على الصعود في هذه المجموعه، ولكن بيحلم انه يحقق نتيجه على النادي الاهلي ويكون يعني ختام لي في دور المجموعات. لكن لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار في هذه المباراة. عايز اقول لك النقطة مهمة جدا، حديث وسائل الاعلام هنا في جنوب افريقيا، لازالت وسائل الاعلام في جنوب افريقيا منتشية بالانتصار على النادي الاهلي، ويعني معظم وسائل الاعلام هنا في جنوب افريقيا بترشح الاهلي الى جانب سان داونز من الصعود من هذه المجموعة، طلبوا فريق ماميلودي سان داونز بضرورة تحقيق العلامة الكاملة في اللقاءات الماضية سواء امام الهلال السوداني في السودان او امام القطن الكاميروني في هنا في بريتوريا. الجميع بيشيد برولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز وقدرته على تحقيق هذه النتيجه امام النادي الاهلي، واتكلموا ان اللاعبي فريق ماميلودي سان داونز عنده فرصه كبيره جدا في هذه البطوله انه يذهب بعيدا ويحقق النجمه الثانيه لفريق في تاريخ ماميلودي سان داونز ويتوج بالبطوله كما توج بعام 2016 امام نادي الزمالك. كلها امور الحديث الوسائل الاعلام اكيد يعني نشوه الانتصار مستمره بعد تحقيقهم الفوز على النادي الاهلي. عايز اقول لك ايضا ان فريق القطن الكاميروني كان خاض لقاء يوم السبت الماضي امام صاحب الترتيب الثامن في الجدول فريق افيون كوتون الكاميروني وتلقى الهزيمه بهدف مقابل لا شيء. دي كانت اخر استعدادات فريق القطن لهذه المباراه. ان شاء الله زميلي احمد لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه وان شاء الله يكونوا 11 راجل في الملعب زي ما انت قلت، اي 11 لاعب يكون موجود في ارض الملعب ان شاء الله يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المباراه. بعيدا على الماتشات وعن الرحلات، بما انك في جنوب افريقيا يهمني احساسك يعني بالجماهير ووسائل الاعلام في جنوب افريقيا واهتمامهم ونظرتهم لبيرسي تاو بما انه الحقيقه كان واحد من نجوم النادي الاهلي في المباراه. يعني زميلي احمد انا مش هبالغ لو قلت لك ان بيرسي تاو بيعامل هنا في جنوب افريقيا كيعني مثال لميسي، يعني جماهير جنوب افريقيا بتنادي على بيرسي تاو بميسي تاو، يعني ده لقب جماهير جنوب افريقيا هنا لبيرسي تاو اللي بيتمتع بشعبيه جارفه في جنوب افريقيا. يعني لدى يعني اول نزولنا لملعب لوفتس اللي كان بيستضيف المباراه الجماهير كل من في الملعب نادى على بيرسي تاو، يعني كل الجماهير بتهتف لبيرسي تاو، لدى خروجنا الجميع والجماهير واقفه خارج الاستاد بتحيي وتشجع النادي الاهلي وبيهتفوا لبيرسي تاو، والجميع بيتسابق لنيل يعني الصوره او توقيع من بيرسي تاو اللي اعتقد اكثر لاعبي جنوب افريقيا بيتمتع واكثر اللاعبين بيتمتع بشعبيه جارفه هنا بين ابناء جنوب افريقيا.
انا بشكرك شكرا جزيلا، وهنتابع معاك على مدار الايام اللي جايه. طبعا الزميل العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا فاروق من داخل مقر اقامه النادي الاهلي. النهارده راحه كويس، انا شايف انه الفريق يمكن انا الى حد ما مش مستوعب فكره انه التحرك للكاميرون يبقى متاخر شويه كده، حاسس انه كان المفترض يبقى بدري، لكن طبعا دي رغبه الجهاز الفني وانا مش هفهم، وده مش قراري. لكن كمان فاروق طمني انه الرحله مش طويله قوي، يعني بنتكلم في 4 ساعات، فبالتالي ان شاء الله ما يبقاش ليها تأثير على اللاعبين، وبإذن الله يكونوا جاهزين قبل المباراة هتوصل كده الأربع بالليل، يعني يبقى عندك فترة يوم واحد هتتمرن فيه في الكاميرون وتلعب ماتش القطن إن شاء الله يوم الجمعة. طيب خليني يعني أسترجع معاكم بطولة دوري الأبطال. إحنا واقفين مش بس إحنا في واقفين، البطولة كلها في لغاية فين، ومين الفرص، الفرق اللي عندها فرص أقرب للتأهل عن مجموعاتها. خليني أبدأ معاكم بجروب إيه أو المجموعة الأولى، الحقيقة يعني رجع او مش هقول جاي من بعيد، لكن ده الوضع الطبيعي. الوداد طبعا المغربي حامل اللقب، واحد من اقوى فرق القاره، اللي بيتصدر المجموعه بعد 4 مواجهات ب9 نقاط، يكفي بس فوز وحيد من المواجهتين المتبقيتين. بعد كده شبيبه القبائل الجزائري بيجي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، اتلتيكو او بيترو اتلتيكو الانجولي بيجي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي بيجي في المركز الاخير. وهنا المنافسة أعتقد بين برضو الوضع مشابه لمجموعتنا لحد كبير، وإن كان الوداد بتفوقه يمكن يكون أقرب للتأهل، يفصله فقط 3 نقاط من مواجهتين متبقيتين، وتبقى البطاقة الثانية ما بين بيترو أتلتيكو وما بين شبيبة القبائل. مجموعتنا المجموعة بي، طبعا ماماليدي سان داونز بمكسبه الأخير قفز لصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، الهلال في المركز الثاني 9 نقاط، والاهلي في المركز الثالث 4 نقاط. زي ما قلت لحضراتكم الاحتمالات، احتمالات الاهلي قائمه وبقوه، بشرط تحقيق العلامه الكامله في المباراتين المتبقيتين. يعني لو الاهلي فاز على القطن وعلى الهلال يضمن او يبقى ليه فرصه كبيره جدا في التاهل، بشرط تعادل الهلال مع سان داونز او خساره الهلال من سان داونز. وعلى حسب نتيجة المباراة إذا انتهت بالتعادل أو بالخسارة يتحدد السكور المطلوب من النادي الأهلي، لكن المكسب في جميع الأحوال مطلوب. أي مكسب يكفيك في حالة فوز سان داونز على الهلال السوداني، أما في حالة التعادل فهتبقى مطالب بتحقيق مكسب بفارق 2 هدف على أقل لضمان التأهل. طبعا القطن الكاميروني وإن كانت دي نقطة من الحاجات اللي بتخوفني أنا شخصيا، الحقيقة ما عندوش اي امال في البطوله، لانه 0 من النقاط، 4 ماتشات خسرهم، وبالتالي اعتقد هتولد عنده دافع تحسين الصوره، وخصوصا امام عملاق افريقيا على ملعبه، وبالتالي متوقع شويه انه يبقى ماتش مش سهل زي ما احنا متوقعين. نروح لجروب سي، رجاء المغربي في الصداره 12 نقطه وحسم التاهل، يعني اللي قريب منه هو سيمبا التنزاني اللي استعاد التوازن بعد بدايه مهزوزه الى حد كبير جدا في مشوار دوري الابطال في دور المجموعات ب6 نقاط، هوراي كوناكري الغيني في المركز الثالث 4 نقاط، وفايبرز الاوغندي في المركز الاخير برصيد نقطه. وبرده تتبقى البطاقه الثانيه ما بين سيمبا التنزاني وهوراي كوناكري الغيني حسب طبعا المواجهتين المتبقيتين لكل فريق منهم. المجموعه الاخيره اسبيرانس او الترجي التونسي في الصداره برصيد 9 نقاط، شباب لوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، الزمالك المصري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السوداني في المركز الاخير برصيد 4 نقاط. وكل الفرق في هذه المجموعه، وان كان طبعا الترجي صاحب افضليه، لكن كل الفرق في هذه المجموعه حتى اللحظه رقميا وحسابيا تملك حظوظها في التاهل. مشوار لسه طويل، لسه بدري قوي قوي عشان نتكلم على خروج النادي الاهلي. صحيح الموقف صعب، لكن الاهلي ما بيعرفش مستحيل، والاهم في الموضوع والقصه وما فيها انك تعمل اللي عليك وتكسب الماتشين اللي جايين، وبعد كده نشوف الدنيا هتروح بينا لفين. فاصل ونرجع لكم في السادسة. قبل ما ادخل في ماتش الاهلي والقطن الكاميروني، عايز بس يعني كلمة للجماهير بتاعت النادي الاهلي، عشان في الوقت ده مطلوب منك جدا 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 تقدر وتوزن. انا قلت في بداية الحلقة انا سعيد جدا بردود الافعال اللي شفتها من معظم الجماهير، واحترامي لكل الاراء على فكرة، ومتأكد تماما انه يعني سواء اللي زعلان واللي غضبان واللي بيعبر عن ده بصوت عالي، او اللي شايف انه الموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل ده، وانه الاهلي قادر يرجع افضل من الاول، وان فرصنا في كل البطولات ما زالت قائمه، برضه ليه كل التقدير واحترام. ولكن خد بالك عشان الفتره دي مهمه جدا، وفي ناس بتستغل اي كبوه للنادي الاهلي عشان تكسر فيه.
في حسابات كتير جدا ومواقع كتير جدا وصفحات كتير جدا عليها ملزوق شعار النادي الاهلي، وبتتحدث او هي يعني بتقول انها بتتكلم باسم الاهلاويه باسم جماهير النادي الاهلي. ما اعتقدش انه في اي حال من الاحوال ممكن تقبل اخبار من نوع انه مستر كولر على بعد خطوه واحده من الرحيل، او انه كابتن سيد عبد الحفيظ هيتم تغييره، او في رغبه من اداره النادي الاهلي في تغيير كابتن سيد عبد الحفيظ، او انه في لعيبه صدر قرار باستبعادها واتقالت في اكتر من صفحه يعني او اكتر من حساب، في ناس حددتهم بالاسم، في ناس حددت 4 لاعبين، وفي ناس حددت 8 لاعبين، وفي ناس حددت 10 لاعبين وقالوهم بالاسم. ما اعتقدش، وحتى وان صحت، وانا بقول لحضراتكم الكلام ده كله ليس له اي اساس من الصحه، وحتى وان صح الخبر ده، هل طبيعي او معقول انه حد بيغير وبيحب وبينتمي للنادي الاهلي يطلع خبر من النوع ده حتى وان كان خبر صحيح؟ ايه الفايده؟ هترجع على مين؟ الاهلي ممكن يكون مستفيد ايه من حاجه زي كده؟ واعتقد ان احنا رهنا على كل الاسماء الموجوده قائم حتى نهايه الموسم، شاء من شاء وابى من ابى. خلينا نروح لمباراة القطن الكاميروني، وخلوني بداية طبعا ارحب بالمحلل الفني احمد مصطفى اللي يعني بعتز دايما بوجوده معانا. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، انا دايما مبسوط وانا معاك وبعتز بوجودي معاك دايما. متفائل بتأهل الاهلي ولا شايف انه سيناريو صعب جدا؟ طالما مش مستحيل يبقى لازم اتفائل. سيناريو صعب لكن كل شيء وارد. النادي الاهلي لابد من الفوز على القطن الكاميروني، واعتقد ان مباراه الهلال السوداني ومباراه صن داونز هي اللي شاغله اغلب جماهير النادي الاهلي طبعا، لان مهمه جدا. وتوقعاتي برضو ان شايف ان هي بنسبه كبيره يعني مش زي بتكلم كتير وان هي ممكن تبقى فيها تلاعب وكده، اعتقد صن داونز يعني اقوى بكتير من الهلال، ومباراه هتبقى صعبه وكل شيء وارد للنادي الاهلي، واعتقد ان النادي الاهلي بنسبه كبيره هيصعد. انا احساسي يعني بعيدا عن تقييمك لمستوى الفرقتين، الرغبه والضعف بتهيألي انه صن داونز كمان داخل المباراه مش مرتاح، عنده الرغبه في انه بالظبط واحد ياكد انه يعني جاي ينافس على البطوله، اثنين يهمه جدا 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 صداره المجموعه عشان يتفادى مقابله واحد من الفرق الكبيره في القاره، فبالتالي مشواره نوعا ما يبقى اسهل، فالدوافع كمان موجوده عند صن داونز. عندهم دوافع، وانا قلت لك احمد قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان صن داونز ما بيعرفش يدافع وما بيعرفش يلعب بالكره هجوميه، طريقتها ده اللي احنا ما عرفناش نستغله للاسف في المباراه. يعني عندهم ثغرات كبيره جدا احنا ما استغلناش. يعني جون شريف الاولاني الضغطه بتاعتها والاسيست بتاع قندوسي عندهم مشاكل في قلب الدفاع طبعا وخلف كان ممكن يتكرر كتير قوي جدا، وحتى والنتيجه 5 كان في كورتين يعني سهلين جدا، كوره بيرسي تاو وكوره كهربا، الاثنين دول كانوا يعني ممكن يرجعوك تاني يغيروا الماتش تماما. لكن الاهلي فقد السيطره في المباراه، يعني هي دي كانت اهم حاجه، كانت واضحه ان الاهلي فقد السيطره، فكان صن داونز لازم عشان تكسبه ليه طريقه لعب مختلفه. ما ينفعش تجاريهم في اللعب لان هم كورتهم كلهم قريبين من بعض، دايرين المساحات وكورتهم كويسه، يعني كلهم لعيبه كوره ومتعبين. ايوه، فانت عشان تحاول تكسب صن داونز او تلعب مباراه كبيره عليهم لازم تلعب على نقط ضعفهم، ونقط ضعفهم واضحه جدا. أيوه، جدا خلف الاطراف، والاثنين مساكين شفناه طبعا في غلطه متواضعين جدا جدا. فده انا شايف ان النادي الاهلي ما قدرش يستغل، لكن كل شيء برضه ممكن يكون في حاجه ان شاء الله بعد ماتش الكوت كبرتكم مستخبيه النادي الاهلي كويسه يعني ان شاء الله. واصعب حاجه في الفرقه دي وانت بتواجهها دايما انها تتقدم عليك، فكره انك تديله الافضليه في المباراه. يعني لو الاهلي هو اللي كان تقدم او بدا بالتسجيل اعتقد سيناريو المباراه كان هيبقى مختلف تماما. حصل قبل كده مع مستر فايلر. الاهلي اتقدم وضيع بعد كده كرة بتاعت عمرو السوليه، فالنادي الاهلي الفريق اللي بيبقى يعني زي صن داونز ده بيتوتر لان هو دايما بيستعجل الفوز. بالظبط. فرق زي صن داونز لو استعجل الفوز واندفع لقدام انت تقدر تستغل اخطائه كتير وتلعب على الهجمات المرتده. لكن لو لعب بافضليه وباريحيه لعبته هتبقى بايخه جدا في الهدف الثالث، الهدف الثالث ده لو في الامور الطبيعيه الجرأه بتاعت ياخد قرار طبعا ياخد قرار تسديد من المسافه دي كلها، ده اريحيه، قال لك مش هخسر حاجه. وبالفعل يعني الكرة برضو كانت صعبه جدا المسافه بعيده. صحيح. نروح لماتش الاهلي والقطن الكاميروني، مباراه في الكاميرون ما بين الاهلي اللي ما زال بيملك حظوظه وفرصه في التاهل، وفريق خلاص فقد اي فرصه في التاهل، قدم عروض باهته جدا، خسر على ملعبه وبره ملعبه. هل تشوفها بواقع النتائج وواقع الفوارق الكبيره في التاريخ والامكانيات مباراه سهله، ولا مباراه من وجهه نظر احمد مصطفى ليها صعوبتها وليها تعقيداتها؟ لا، هو طبعا بعد الموقف اللي النادي الاهلي فيه المباراه بقت صعبه جدا. النادي الاهلي لابد من الفوز، وطبعا احساس ان انت لازم تفوز ده صعب جدا. النادي الاهلي يعني ما فيش حل قدامه غير المكسب. القطن الكاميروني ممكن يكون هو اقل فريق في المجموعه، لكن بيلعب على ملعبه، وليه برضو ان هو لو كسب النادي الاهلي ده برضو مكسب في حد ذاته طبعا. فده مكسب مهم جدا، فالمباراه مش هنقدر نقول ان هي سهله،
وفي نفس الوقت لازم ندي المباراه اهميتها، لان النادي الاهلي حتى نتيجه الهلال السوداني مع سان داونز اللي احنا بنتمناها طبعا تطلع في صالحنا، لازم النادي الاهلي يكسب الاول. فمباراه القطن الكبروني هي اساس كل حاجه، مكسب النادي الاهلي نبدا ساعتها نبص على مباراه الهلال السوداني وسان داونز، وهنحط حتى الهلال السوداني تحت ضغط. يعني مكسب النادي الاهلي هيبقى في ضغط للهلال السوداني ان هو بيلعب مباراه سان داونز، هو لازم يكسب. ايوه احنا منافسنا دلوقتي مش هتصدر نوعا ما طبعا التوتر، فده مهم جدا. لا ما هو يعني هو الجمهور ما اعتقدش انه هيحتمل اي تهاون او اي نتيجه اخرى غير المكسب في طبعاً. احنا 90 دقيقه حياه وموت يعني، وانا مدرك تماما الجهاز الفني وانه لعيبه النادي الاهلي مدركه تماما المباراه دي، مباراه الموسم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بصرف النظر على فكره عن التاهل من عدمه، لكن الاهم انك تعمل عليك في المباراتين المتبقيتين 180 دقيقه مطلوب فيهم مكسب، وباذن الله المكسب ده في القطن الكاميروني والهلال يكونوا طريقنا للتاهل. القطن الكاميروني فريق بالنسبه لنا مش من الفرق يعني، كان في فتره من الفترات طبعا ولاعب الاهلي اعتقد في افريقيا والجمعه وفي دوري بالظبط نهائي دوري ابطال افريقيا، لكنه مش القطن، مش نسخه القطن اللي وصلت للنهائي قبل كده، والكره في الكاميرون يمكن على المستوى المحلي تراجعت بشكل كبير جدا. شفنا الفريق هنا في القاهره، هل تتوقع انه شكله يختلف او طريقته تختلف او اسلوبه يختلف في مواجهه الاهلي على ملعبه في وسط جماهيره، وخصوصا انه فاروق كان معانا من شويه بيقول انه القطن الكاميروني اعلن عن فتح ابواب ملعب المباراه للجماهير بالمجان؟ لا اعتقد طريقه لعبهم واحده من اول دور المجموعات، اعتقد ان هم لعبوا سان داونز ولعبوا الهلال السوداني ولعبونا حتى في الكره، بس لعبهم بيلعبوا دايما بيستنوا الخصم في نص ملعبه، بيلعبوا دايما على التحولات الهجوميه دي الخطه الثابته اللي لعبوا بيها طول المباريات. فاعتقد ان هم مش هيغيروا طريقه لعبهم خالص، هيواجهوا الاهلي بنفس الطريقه خالص، حتى هو بيلعب على ملعبه عارف النادي الاهلي جاي عايز ملوش حل غير ان هو يكسب، فهيحاول يمتص حماس لعيبه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي انا بشوف، انت سالتني سؤال قبل كده في مباراه سان داونز النادي الاهلي يلعب الكل في الكل، قلت لك لا مع سان داونز ما ينفعش تلعب كل في الكل. لكن قدام القطن الكاميروني ما فيش حل، لازم الكل في الكل من اول دقيقه. ما فيش وقت. طيب قبل ما نتكلم على طريقتنا والاسلوب الامثل من وجهه نظرك في مواجهه القطن الكاميروني، وفي كلام كتير على انه مستر كولر بيفكر في اوراق ممكن تكون ما ابتدتش مباراه سان داونز، هسالك طبعا فيما يتعلق بفريقنا، ولكن خليني ابدا معاك بفريق القطن الكاميروني، نحاول نقرب شويه من الفريق ونحاول نعرف الاهلاويه طبعا اللي بيتابعوا السادسه شكل وطريقه لعب الفريق في مواجهه الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. ده شكل القطن الكاميروني من اول المجموعات، في الاول المباراه ده بيلعب 4-3-3، هو دايما زي ما قلت لك احمد بيلعب دايما بيستقبل نص ملعبه. لو رحنا للصوره الثانيه هنشوف شكل سان داونز، بص 4-3-3، بص في لعيب هنا اللي هو اهم لاعب فيهم وساو اللي هو اللي احرز الهدفين. القطن الكاميروني ما احرزش غير هدفين في البطوله كلها، اللي احرزهم لاعب واحد رقم 7 وساو، هو الجناح الايمن لعيب مميز جدا وسريع، وهو اعتقد اللي هو بيعرف يجيب جول وساو الجناح رقم 7. دي طريقه لعبهم، هم ما غيروهاش خالص، بيلعبوا دايما بيستنوا الخصم في نص ملعبهم ويلعبوا دايما على التحولات، حاولوا يعملوا معانا كده في القاهره، لكن النادي الاهلي قدر يحرز الهدف الثاني. فالهدف الثاني كان قضى تقريبا على القطن الكاميروني ساعتها. تمام. ممكن ندخل كده في الحالات، ندخل على الحالات، يمكن الحالات توضح الحالات اكتر طريقه اللعب وتوضح نقاط القوه نقاط الضعف بتاعت يعني هو مفيش نقاط قوه عندهم غير وسوده وساو، ده هو نقطه القوه الوحيده باينه جدا بتاعهم. هو بص دي انا اعتقد بص وساو هنا هيقطع الكره، مفيش عندهم غير حد بيلعبوش غير على الاطراف. ايوه وساو بص هو رقم 7 اللي هناك ده هيجيب الهدف، الطرف اليمين خالص، الطرف اليمين هو الجناح الايمن رقم 7. أيوة. هو اللي الكره دي هيستلمها وهيجيب بيها الهدف، نفس الهدف اللي احرزوه برده في الهلال السوداني. تمام. يعني بص هو بص هيستلم الكره ويدخل لجوه، نكمل بص نفس ما هو برده وساو نفس الكلام، هيستلم وهيشوط نفس الجون، انت عايز ان هو بالكربون، هو احرزوه في الهلال السوداني واحرزه في سان داونز نفس اللاعب، كل لعبهم بيلعبوا دايما ناحيه الجناح الايمن. هتلاقي نادرا حد طاير غير الجناح الايمن بالظبط، ان بص هتلاقي فين لعيبه القطنك مش موجوده ليه بقى؟ لان هم كلهم في نص ملعبهم، فبيلعبوا على التحولات، فبيقدروا يعملوا التحولات عن طريق وساو رقم 7. فهي دي اعتقد الخطوره، بس منها يعني اعتقد مش خطوره قوي. بص نفس الجمله برضه، نكمل المباراة. أقول لحضراتكم برضو يوم الجمعة إن شاء الله هتكون بتوقيت الساعة 6 هنا في القاهرة يعني. بص وإن أحمد، كنت الحقيقة برضو هي علامة استفهام يا أحمد، يعني أنا كان نفسي جدا إن الجولات المتبقية، لأن أنت عارف نتائج المجموعة بقت مرتبطة ببعض، كان أولى من الاتحاد الأفريقي إنها تتلعب في توقيت طبعًا واحد.
ده 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 مهم جدا، لان ده يبقى فيه حتى فير. ايوه تويت واحد، لان انت يبقاش عارف نتائج منافس طبعا المنافس بتاعي، وبالتالي يبقى عندي افضليه اللعب على اساسها. لكن لما بلعب في نفس التوقيت ده كان مفترض يعني يا اما سان داونز، وخصوصا ان الجوله اللي قبلها كانت ملعومه بدري. مزبوط. يعني في فرق زمني كبير جدا، كل الفرق عندها فتره للراحه، وبالتالي يا اما سان داونز والهلال كانت اتنقلت بقت يوم الجمعه وتقدمت بقت يوم الجمعه، او الاهلي وسان داونز اترحلت بقت يوم السبت. ده كان اكتر يعني منطقيه بصراحه، وكان يبقى فير حتى يدي بالظبط يخلي اللعيبه كلها بتلعب يعني خلاص عندها ان مفيش فكره التلاعب، كل واحد بيلعب في ماتشه وما عندوش فكره الافضليه انه انا عارف حسابات المجموعه ايه وهلعب على اساسها. لكن لما بيكونوا الماتشين بيتلعبوا في نفس التوقيت بيبقى فير بلاي، فرصه طبعا مبدا تكافؤ الفرص لكل الفرق المتنافسه. نشوف البطولات الكبيره كده، كاس العالم كاس افريقيا، اخر مباراه طبعا بتتلعب دايما في توقيت واحد. ايوه فلازم حتى يبقى ده طبيعي تتغير نظام دوري ابطال افريقيا في المباراه الاخيره دي دايما. في حاجات كتير قوي لازم محتاجه تتغير. صح نخش على باقي الحالات. في حالات ثانيه هنا الاخطاء الدفاعيه اللي عندهم مشاكل، لما جم فكروا يعملوا بيلد اب ويبداوا هجمه من تحت سان داونز قطعت منهم واحرزوا منها الهدف الاول. ايوه فدي مشاكل دفاعيه باينه جدا عندهم، الاثنين مساكين ضعاف جدا. تمام هنكمل. طيب. اتفضل خلينا نقف عند الجزئيه دي عشان عايز اركز معاك على اضعف الخطوط في فريق سان داونز ونقاط فريق القطن ونقاط الضعف بشكل عام على مستوى الفردي والجماعي. بس خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراة الأهلي والقطن. يعني واضح من كلام أحمد عن فرقة القطن إنها فرقة ما فيهاش مصادر خطورة تقدر توقف أو تحد من خطورتها بسهولة. لكن لما نيجي نتكلم على نقاط الضعف بقى محتاجين نفهم بداية كده يا أحمد أضعف الخطوط في الفريق، خط ظهره، خط النص، ولا خط هجومه، وإيه هي الثغرات اللي ممكن يستغلها النادي الأهلي في مباراة قبل ما نروح للسيناريو طبعا نبدأ إزاي ونشتغل إزاي في المباراة، لكن نعرف أهم نقاط الضعف في فريق القطن. عندهم مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع وحارس المرمى. يعني خط الدفاع عندهم ده أخطاء كتير جدا، بيعمل ميز باص كبير جدا، عندهم مشكلة في عدم التمركز، بيتمركزوا غلط تماما. سواء في خط الدفاع طبعا عندهم مشاكل كبيرة جدا وبيلعبوا دايما على مسار التسلل. أغلب الأهداف اللي استقبلوها في البطولة ايه اغلبها بيلعبوا على الخط واحد، اخطاء من خط الدفاع ولا هو طبعا في اخطاء من خط الدفاع، بس اقصد اقول يعني انت من شويه هنا قلت لي مثلا البيلد اب من 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 ورا عندهم في مشكله، في مشاكل ما اخش بدا تحت عندهم مشاكل. لاعب رقم 3 عندهم لعيب سيء جدا. فده باين، بص بدا يفكروا خط الظهر بتاعهم، بص ادى جون من لا شيء لفريق سان داونز، ما ينفعش تغلط قدام فريق سان داونز لان هو سان داونز بيقدر اصلا بيضغط من قدام، واعتقد النادي الاهلي لازم يضغط على القطن الكاميروني. دي اول نقطه طبعا، الضغط من قدام مهمه جدا، واعتقد من فوق بالظبط النادي الاهلي لو ضغط على القطن الكاميروني من الامام، وده اعتقد النادي الاهلي عمله اول ربع ساعه في مباراه القاهره. النادي الاهلي اول ربع ساعه جاب جول، فاعتقد ان الضغط من الامام على الخط الخلفي بتاع القطن الكاميروني النادي الاهلي يقدر في اول ربع ساعه يجيب جول بسهوله جدا. العاب الهواء، العاب الهواء برضه عندهم مشاكل، وده شفناه طبعا في حارس المرمى كمان عنده مشكله، دخل فيه هدفين في مباراه ده. بص حارس المرمى ده جول ما يدخلش خالص، متشطب من بره ال 18، كره سهله جدا طبعا دخلت بطريقه غريبه، ففي عز ما هم اصلا يعني محتاجين حتى المكسب في كره يعتبر ده ماتش الهلال اللي خسروه في الكاميرون 2-1 2-1 كانوا كسبانين 1-0 متقدمين 1-0 والهلال رجع في النتيجه 2-1. فحارس المرمى عندهم برغم ان هو طويل وقوي لكن اعتقد ان هو ضعيف طبعا فنيا، فعندهم مشاكل في خط الظهر وعندهم مشاكل في حارس المرمى. لكن الخطوره نفسها مفيش خطوره غير وساو رقم 7. يعني فشايف ان بالنسبه لي فريق القطن الكاميروني لازم تلعبه بضغط متقدم تماما من قدام، وده افضل طريقه للنادي الاهلي، لان فريق القطن الكاميروني انت لو فضلت مستنيه هو اصلا مستنيك، يعني هو اصلا بيلعب من نص ملعبه. هنا بص سوء التمركز اللي بكلمك عليه يا احمد، بص كام واحد من فريق القطن الكاميروني موجود ولا واحد ماسك لاعب من سان داونز. بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بص لعيبه سان داونز كلها ست لعيبه دي دخلت من القطن وحارس مرمى، وفي اثنين لعيبه في السكس يارد من سان داونز ومحدش ماسك، بالرغم كده مفيش حد ماسك حد، اتكرر في كذا مشهد. هتلاقي بص الباص هنا، بص بقول لك الخط الضهر واقف على خط واحد، اتضربوا اثنين من سان داونز رايحين يجيبوا جول ولا واحد فيهم اوفسايد. ايوه فدي باين قد ايه مشاكل بتاعت الخط الخلفي من فريق القطن الكاميروني. بص التمركز، بص هنا، بص اللقطه دي اربع لعيبه برده في اربع لعيبه، بص كام واحد في سان داونز محدش مان تو مان خالص ولا حد مركز. عندهم واضح في مشاكل في التمركز، لانه حتى اللعيبه اللي بره البوكس اللي عند مفيش الناحيه اليمين سايبين لاعب سان داونز وفاتحين زاويه التمرير
ومفيش ضغط على اللاعب اللي معاه الكره. مظبوط. وحتى جوه الصندوق كمان اربع لاعبين سايبين ثلاث لعيبه من سان داونز واقفين يعني. بص يا احمد اللاعب ده بص والكره شغاله مش واقفه بيوجه المدافع بزميله ان هو يوجهه بيقول له امسك. اه والكره شغاله جدا. لا هو في لعيب اللي في ظهر النمره 9 غالبا ده هو ده بيشاور. ايوه ده ساب الكره خالص وباصص الناحيه الثانيه بالظبط. يعني الموضوع في استهتار او لا مركزيه. واعتقد ان هم عندهم ثغرات كبيره جدا في خط الخلف وده باين جدا في اغلب مبارياتهم وباين جدا ان هم حتى متزلين المجموعه. بص مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع. يعني لو اتضغط عليهم سهل جدا ان انت تغلطهم بسهوله جدا. طيب نيجي لينا احنا معانا حالات تانية؟ لا مفيش حالات تانية. طيب كده نيجي لينا احنا بقى شايف الطريقه بدايه هل تشوف ودي واحده من الاسئله اللي واعتقد ان مستر مارسيل كولر بيفكر فيها هل تشوف انك تلعب بالفريق او بالتيم الاسماء اللي لعبت وابتدت ماتش سان داونز ولا الافضل انه تستخدم اوراق جديده في كل الخطوط والمراكز؟ لا بالتاكيد مش تغيير كامل طبعا ما اقصدش انه طبعاً. تغيير في 11 كامل لكن يبقى في مساحه لمشاركه لعيبه ما ابتدتش مباراه سان داونز. لا انا شايف ان النادي الاهلي دي المباراه دي لازم يلعب بالتشكيل الامثل. مفيش وقت للمجازفات، مفيش وقت للروتيشن خالص، او مفيش وقت لاي لاعب تجازف بيه. لاعب شايف التشكيله الافضل، شايف ان طبعا اللعيبه اللي نزلت الشوط الثاني زي احمد عبد القادر كان راجع من الاصابه، وجود حسين الشحات لو رجع يبدا طبعا سيتاو يلعب، يبقى موجود بيرسيتاو والشحات يبقى الشحات لو جاهز حسين الشحات اللي يبدا على حساب بالنسبه لنا بيرسيتاو عادي رغم ان هو قدم مباراه كبيره. احنا متفقين لسه في الفصل انه بيرسيتاو يمكن من افضل لعيبه الاهلي في ماتش سان داونز. ما هو بيرسيتاو عنده مشكله بالنسبه لي ايوه ان هو مباراه هيبقى اجمد واحد في المباراه والمباراه اللي بعدها بيبقى ما تفهمش. يعني بمتاثره دي مش بس مشكله بيرسيتاو، دي مشكله يعني ثبات المستوى ده بالظبط. يمكن بتظهر بشكل رائع وبنتفاجئ بيها فعلا. يعني حسين الشحات اعتقد قبل الاصابه كان افضل لاعب في النادي الاهلي كل مباراه بيقدم مستوى كبير. برضه ما تضمنش انه حسين الشحات يبقى راجع بنفس الفورمه اللي كان عليها بالزبط. قبل الاصابه بالظبط. عشان كده بقول لو حسين الشحات مش جاهز أيوه. فيبقى بيرسيتاو يبدا. وجود عمرو السوليه مهم جدا، وانا اتكلمت معاك ان هو كان موجود ان هو لو كان بس طبعا اعتقد هو ما كانش جاهز فنيا فاعتقد هو بدا خلاص يجهز. فاعتقد وجود عمرو السوليه مهم جدا في المباريات الكبيره زي دي. واعتقد محمد شريف هيبدا اللقاء كمهاجم، وممكن هو مستر كولر يفاجئنا بكهربا لان هو دايما بيفاجئنا بالمباريات اللي هي دي ممكن يفاجئك بكهربا لان كهربا لان كهربا عنده ميزه. كهربا بيجيب من انصاف الفرص اللي احنا محتاجينها. هو الملعب ما يشيلش كهربا وشريف مع بعض؟ لا ما يشيلش ما تشيلهمش لان كهربا مش بيدافع، انما بيرسيتاو بيدافع، حسين الشحات بيدافع. ليه احيانا كتير جدا بنلاقي طاهر موجود في الملعب؟ عشان الجانب الدفاعي. انا مش شاري الفكره دي قوي بصراحه، دي وجهات نظر طبعا يعني هي مدارس يعني مدارس طبعا صح. بس انا مش يعني انا شايف انه الجناح مهمته الاولى الهجوميه دور هجومي ويبقى عنده حلول، والدور الثاني انه يبقى ليه دور دفاعي. لكن فكره انه عشان بيدافع ده انا جايب جناح عشان بالظبط عشان يبقى فيه خطوره هجوميه وعشان يعني. كده حتى لما هو خرج طاهر الحقيقه يعني قدراته الهجوميه مش محل تشكيك. يعني انا بستغرب الحقيقه يعني هل ده مطلوب او تكليف من الجهاز الفني او يعني ده دور هو اللي متحدد له يعني انه يستد مع معلول يعني مش عشان كده انا بشوف ان الطبيعيه اللعيب اللي عنده المباراه دي محتاجه اللعيب اللي عنده حلول فعشان كده بقول لك احمد عبد القادر وجوده من بدايه المباراه مهم جدا حسين الشحات لعيب عنده حلول. نص الملعب شايف مين يبدا وخصوصا انه يمكن اكثر الخطوط وفره عدديه واكثر الخطوط من حيث الجاهزيه دايما اللي ممكن يكون فيه لحد ما حيره شويه. انا شايف ان يبدا بحمدي فتحي وعمرو السوليه والكندوسي. دي تركيبه جديده دي. تركيبه جديده لان انت عايز تركيبه انت هتلعب بحمدي فتحي سته وثمانيتين. اعتقد عمرو السوليه من افضل ثمانيه موجود في مصر قبل الاصابه. انا بس يبقى فت ان شاء يعني الله يبقى فت والكندوسي بيقدم دور ثمانيه بغض النظر عن المباراه اللي فاتت اللي كل اغلب اللعيبه ما كانتش في حالتها الفنيه. لكن مش مقياس ان كندوسي يبقى مش كويس، لكن هو كندوسي يبقى وجوده مهم جدا لان هو بيلعب لقدام واحنا محتاجين لعيبه تلعب لقدام في المباريات الكبيره زي دي، مباراة مهمه جدا. فاعتقد وجود السوليه والكندوسي وراه حمدي فتحي لان ديانج اعتقد ان هو بقى له فتره عنده مس باص كتير جدا. فوجود حمدي فتحي هيبقى مهم جدا في المباراه ديت رقم سته. وشايف ان طبعا عبد المنعم متولي لو جاهز ده استنى بس ما تدخلنيش في خط الدفاع دلوقتي لان خط الدفاع ده
واحد من علامات استفهام الكبيره بالنسبه للجمهور. الجهاز الفني قصه ثانيه، هو يشوف طبعا ويقيم ويشوف مين ممكن يؤدي المباراه اللي مش برضو عشان نبقى منطقيين مش متوقعين فيها هجوم كبير على مرمى نادي الاهلي زي ما حصل في مباراه سان داونز، بس انت عندك اخطاء دفاعيه كارثيه صح حصلت في مباراه سان داونز، عليك انك انت تتعامل معاها وتصححها وتتلافاها. هل هي فكره بس تغيير اسماء ولا شايف انه في مشاكل كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي وفي حراسه مرمى؟ اعتقد ان المشكله مش اسماء بس، اعتقد ان حتى الاسماء اللي موجوده وحتى الاسماء بديله في مشكله في الضغط. احنا حتى في مباراه سان داونز كان في مشكله، دخل فينا هدفين من غير ما اي لاعب من نص الملعب ضغط على اللاعب وهو بيشوط، دي حاجه ما تحصلش في النادي الاهلي. فدي مشكله كبيره جدا، ففي مش عايز اقول عدم تركيز، دي ما ينفعش تحصل في المباريات اللي فيها دايما انت محتاج فيها البونت او الثلاثه بونت مهمين جدا. فاعتقد ان الخط الخلفي حتى لو انت بدلت مين اللي هيلعب؟ مع عبد المنعم ممكن يكون عبد المنعم او حتى ياسر ابراهيم، ممكن يكون المباراه اللي فاتت ما كانش في حالتهم الفنيه العاليه، لكن وجودهم مهم جدا لان مفيش بدايل. متولي لو موجود، لكن اعتقد متولي ممكن لسه ما يبقاش جاهز برضه لسه. فاعتقد وجود متولي في المباراه القادمه هيبقى مهم جدا لو جاهز، لو مش جاهز يبقى ياسر ابراهيم هيبقى موجود. لكن الضغط من قدام، والقطن الكاميروني برغم ان هو بيلعب على ملعبه مش المنافس القوي جدا النادي الاهلي يخاف منه او يبقى عامل له الف حساب، لكن هي بس صعوبه المباراه في طبعا الظروف اللي النادي الاهلي حط نفسه فيها. مستر كولر، من وجهه نظرك لسه في افريقيا ما فهمش الفكره، ما استوعبش الكره في افريقيا، ما استوعبش طبيعه المنافسه، ما عرفش مين الفرق دايما اللي تعمل لها حساب او الفرق اللي ليها طبيعه خاصه في مواجهتها مع النادي الاهلي؟ لا، هو مستر كولر عنده يعني عنده مميزات وعنده حاجات لسه فعلا ما اخدش وقت عليها. اولا هو عنده ميزه مهمه جدا ان هو مدرب جريء ما بيخافش، يعني بيجازف وشفناه كده في مباراه ريال مدريد وبيقدم كره مميزه وبيقدر جرأة ان هو يلعب اي حد. شفنا كهربا جه من بعد غياب فتره غياب بيبدا بيه وبيجازف وبتنجح، لكن في مباريات ما ينفعش تجازف بيها، فلازم يبقى عندك موضوعيه. ما ينفعش دايما ان انت تبقى كل حاجه يبقى فيها زي ما تهور، فهو عنده مشكله في التهور. مستني مجازفه منه في ماتش القطن؟ لا لا لا، مفيش مجازفات خلاص، مفيش مجازفات، ما بقاش في مجال للمجازفات دلوقتي. يعني ما ينفعش خلاص تفاجئنا بلعيب مش موجود خالص وتروح جايب وتبدا بيه المباراه، مش الماتش مش هيستحمل. لان احيانا انا بقول الانسجام مهم جدا في الكوره، الانسجام برغم ان انت عايز تعمل روتيشن او تدخل لعيبه معينه، ودي مشاكل النادي الاهلي مر فيها مع موسيماني في الدوري لما كان بيحاول يعمل كده في الدوري بيغير لعيبه كل شويه، فدي مشاكل. لكن النادي الاهلي ثبات التشكيل مهم، التغيير في اضيق الحدود. أيوة. كويس ان يبقى اغلب اللعيبه تبقى عندك جاهزه فنيا، يبقى عندك كذا لعيب في كذا مركز، لكن انت برضو محتاج الانسجام، لان الانسجام ده اعتقد مهم جدا كلعيبه النادي الاهلي في الملعب. ايوه، يعني انا يعني عندي احساس كده ايمان كبير انه الاهلي ان شاء الله هيتاهل عن المجموعه دي. شايف المرحله الثانيه من البطوله اذا ما تاهلنا جاهزين للتعامل معاها نفسيا قبل فنيا؟ لانه اللي حصل في دور المجموعات، ومش بس بتكلم على ماتش سان داونز، انا بتكلم على مستوى الاهلي في دور المجموعات اجمالا، ممكن الى حد ما يكون عامل ربكه او هزه قبل ما تكون عند الجمهور عند اللعيبه نفسه، ودي محطه مهمه جدا هتبدا من مباراه القطن. ازاي تحضر لعيبتك انه ما زال الامل قائم، ما زال عندنا قدره على المنافسه على اللقب وتحقيقه؟ بص يا احمد، بغض النظر عن موقف النادي الاهلي فيه في بطوله افريقيا، لكن ما ننساش حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي متصدر الدوري المصري، النادي الاهلي وصل لنهائي كاس مصر بنفس اللعيبه بنفس القوام بمستر كولر. فاعتقد ان الموضوع برغم ان في اخطاء او في مشاكل، لكن مش لازم ان احنا المشاكل دي نصورها او الناس تستغلها. النادي الاهلي خلاص وقع او الكلام ده كله، النادي الاهلي ما بيحصلش الكلام، النادي الاهلي قادر ان شاء الله يصعد، وانا متفائل زيك ان هو يصعد ان شاء الله. ولو صعد في حسابات ثانيه، وده متعودين على النادي الاهلي معانا، النادي الاهلي شخصيته من الفرق اللي شخصيته بترجع بسهوله، فيقدر يرجع. لكن هتبقى مشكلته بالنسبه لي عقبه وحيده هو سان داونز والنادي الاهلي كان لازم واحد منهم، يعني هو النادي الاهلي كان لازم يخرج سان داونز من البطوله دي. فهي دي هتبقى العقبه الوحيده، ان هو المنافس القوي الوحيد بالنسبه لي النادي الاهلي في بطوله افريقيا. الادوار الاقصائيه غير، وما حدش عارف مين هيقابل مين، والسيناريوهات ممكن تبقى عامله ازاي. كارت اصفر او كارت احمر في مباراه يغير سيناريو، يغير توقعات 180 درجه. تعال نشوف مع بعض كده نظره على دور المجموعات في بطوله دوري الابطال، وتقول لنا توقعاتك وترشيحاتك في نفس الوقت لشكل المجموعه، ومين منها مش بس ممكن يصعد، لكن مين منها ممكن يكون عنده القدره على المنافسه على اللقب. ابدا معاك بالمجموعه الاولى. الوداد، الوداد المغربي طبعا متصدر المجموعه، واعتقد ان هو بداياته ما كانتش يعني مبشره، و
كان في تراجع في النتائج والمستوى، وناس قالت انه الوداد تاثر بخروج عدد كبير من اللاعبين في نسخه الفريق اللي حقق البطوله السنه اللي فاتت الموسم الاخير، لكن قادر يرجع اهو 4 ماتشات 9 بطولات. قادر يرجع، خسر اول خسر اول ماتش او اول مباراه في المجموعه. انت قلت يا احمد هو قادر يرجع، عنده شخصيه البطولات، فهو الوداد المغربي مع البطوله دوره المنطقه بيبدا يسخن. يعني مش عايز اقول هو شبه النادي الاهلي، بس هو فريق برضه خطر، يعني فريق برضه عنده مشكله. طبعا السنوات الاخيره الساحه كلها اهلي وداد ترجي، يعني دول الثلاث فرق اللي ظاهرين على فانت شايف ان الوداد، وطبعا حسابيا يمكن يكون هو اقرب الفرق بالظبط معاهم شبيبه القبائل وبترو اتلتيكو، لكن بترو اتلتيكو فرقه محترمه جدا جدا. هم انا بشوفهم النسخه المصغره من سان داونز مع فارق الخبرات ومع فارق طبعا الامكانيات بالظبط. ايوه انما هو بيلعبوا نفس بتلعب كوره حقيقي، يعني شفت بترو اتلتيكو طبعا فرقه عندها لعيبه كوره بتلعب كوره مميزه محترمه، يعني كوره برده اللي هي القصيره وكوره برده بتعتمد على اللعيبه المميزه، فبرضه اعتقد لكن شايف كمان هو اقرب للصعود مع الوداد المغربي. أيوة. الكره في الجزائر برضه اعتقد ان هي اتطورت تماما جدا. انا عجبني قوي شباب الوداد بصراحه جدا، نسخه محترمه جدا. لا 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 تطور جامد صحيح. فالشبيبه تقابل الوداد المغربي اقرب للصعود من المجموعه ايه وتستبعد بترو اتلتيكو وفيتا كلاب، منهم طبعا اعتقد انه فرص الاكبر في المنافسه الوداد. الوداد على اللقب هنا، على اللقب على طبعا طبعا المشوار يعني الوداد. طبعا. طيب نروح المجموعه بي، المجموعة بتاعتنا بقى. سان داونز متصدر المجموعة ب 10 بونت، والهلال السوداني ب 9 بونت، والأهلي ب 4 بونت، طبعا القطن الكاميروني متصدر المجموعة. خلينا هنا نوضح نقطة مهمة جدا في فكرة فرق الأهداف. إذا ما تساوى الأهلي والهلال في عدد النقاط فبيكون الاحتكام للمواجهات المباشرة. مظبوط. فكرة فرق الأهداف، لأنه طبعا الخمسه بتوع سان داونز خلوا رصيد الاهلي في عدد الاهداف اللي اتسجلت بالسالب بقى ماينس 1، وعشان كده دي ميزه مهمه جدا ان النادي الاهلي لما الهلال السوداني هيجي له استاد القاهره هنا في ملعبه هيقدر، انا متفائل النادي الاهلي هيكسبه باكتر من هدفين ان شاء الله. بس يعني نكسب مباراه القطن وبعد كده مباراه الهلال السوداني حلها حلال. بالظبط حلها حلال بقى. نروح للمجموعه سي، الاهلي وسان داونز انا متفائل للاهلي وسان داونز ان شاء الله. الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني، والفرقتين عندهم القدره على المنافسه على اللقب طبعا. يعني انت اخترت دلوقتي الوداد من المجموعه الاولى والاهلي وسان داونز. مظبوط. الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني وحوريه الغيني والاوغندي فايبرز الاوغندي. اعتقد طبعا الرجاء المغربي فريق برضو مميز، نسخه رائعه للرجاء جدا السنين. جدا جدا انا شايف ان الرجاء المغربي يعني نسخه مميزه، كشر عن انيابه في دور المجموعات، كشر عن انيابه، لكن برضه يعني ما بشوفش ان الرجاء المغربي قادر ان هو يوصل. ما عندوش شخصيه البطوله، شخصيه البطل مش موجوده فيه عكس الوداد. خد بالك الرجاء محقق عدد القاب اكتر من الوداد. ما هو يعني مش عايز اقول بقى ان الوداد المغربي بقى في السنوات الاخيره متطور طبعا كبير. بس النسخه بتاعت الرجاء دي رجعت لنا الرجاء بحقيقة كبير، هو واحد من كبار القاره ليه كل التقدير والاحترام. دايما لسوء حظه برضه بيقابل النادي الاهلي فبيخرج. صحيح. وخلينا نقول برضه انه الرجاء والشيء بالشيء يذكر، يعني الرجاء والوداد الحقيقه بيعكسوا مدى تطور الكره المغربيه، واحط معاهم كمان بين قوسين نهضه بركان في السنوات الاخيره. الثلاث فرق دول الحقيقه تطوروا بشكل كبير جدا وقدموا وجه حقيقي لتطور الكره المغربيه، بالاضافه طبعا للمنتخب المغربي اللي شفتوه طبعا حضراتكم وتابعتوه في كاس العالم. مين من المجموعه دي يا احمد؟ طبعا سيمبا التنزاني لعب كان في النادي الاهلي الموسم اللي فات، واعتقد الرجاء المغربي هم الاقرب للصعود. سيمبا التنزاني برضه بيلعبوا الكره برضه اللي هي برضه الكره دلوقتي اللي تطورت جامد، الكره القصيره برضه المتعبه. لكن النسخه دي تعتبر اكثر نسخه فيها قوه منافسه وفيها تطور في مستوى الفرق يا احمد. طبعا ان في الدور التمهيدي ما حصلش فيه مفاجات. أي. فاغلب الفرق اللي بتنافس دايما موجوده. يعني الترجي موجود، كنا بنشوف دايما ساعات الترجي ممكن يخرج، بنشوف الرجاء المغربي ممكن يخرج. لا اعتقد الزمالك ممكن يخرج بالظبط، فبرغم كده الزمالك ممكن يبقى ليه امل. الزمالك عنده امل طبعا، وده هياخدنا للمجموعه الرابعه من الفرق دي، رجاء وسيمبا. هل تتوقع في منهم يكمل المشوار؟ لا لا مش مصدق في المجموعه. نروح للمجموعه الاخيره، المجموعه دي الترجي التونسي شباب بلوزداد. الترجي التونسي ب 9 بونت متصدر المجموعه، شباب بلوزداد تاني مجموعه ب 6 بونت، الزمالك 4 بونت، المريخ
السوداني باربعه بونت، وهنا نقطه مهمه جدا الاربعه ليهم امل، الاربعه عندهم فرصه فدي طبعا ايوه، فما ننساش ان ما نقدرش دي صعوبه المجموعه. الماتش اللي جاي بس بالنسبه للزمالك صعوبته انه خارج ارضه، هيروح يلعب مع شباب بلوزداد في الجزائر، وبالتالي تفرق معاه كتير جدا. ومفيش حل برضه غير المكسب، يعني نادي الزمالك لازم يكسب المباراه دي. لو كسب اعتقد هيبقى نادي الزمالك صعوده معناه الترجي. طبعا جداً. طبعا برغم ان الترجي التونسي عنده 9 بونت لكن هو مش ضامن برضه يحتاج 3 نقاط فقط بالظبط، يعني فاضل له ماتشين وهيلاعب المريخ، والمريخ مش فرقه سهله. المريخ اتطور عن المريخ اللي احنا برضه والله احنا كل ما بنجيب سيره فرقه بنقول الفرقه اتطورت يعني المريخ اتطور، والهلال السنه اتطور جدا، بترو اتلتيكو اتطور، سيمبا اتطور، شباب بلوزداد الحقيقه الكره اتطورت فعلا في افريقيا صح. فالحقيقه انا يعني ما بالغناش لما قلنا انها هي مش بس اصعب نسخه من دوري الابطال لكن يمكن يكون اصعب موسم للنادي الاهلي السنه دي، وباذن الله قادرين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نروح لبعيد. ما دام متفائل انا متفائل. هتعملوا ايه بكره؟ هنكسب الريال والليفر طبعا، لازم اساله طبعا ملك. هنكسب هتكسب طبعا، مفيش ريمونتادا يعني. لا مفيش ريمونتادا. نورت الدنيا يا ابو حميد، حبيبي احمد دايما، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله قادرين. الاهم لغايه دلوقتي ان احنا بس نعمل اللي علينا، واللعيبه تصالح جماهير النادي الاهلي في مباراه القطن الكاميروني، وبعد ما نعدي من القطن نبقى نشوف الدنيا رايحه بينا لفين. كل التوفيق لابطالنا، وهنتابع معاكم في السادسه كل يوم اخبار بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا لغايه باذن الله ان شاء الله لما نسافر للكاميرون استعدادا لمواجهه القطن الكاميروني. بشكر احمد مصطفى على وجوده معايا، نورت الدنيا. بنورك يا احمد، دايما مبسوطه معاك، وان شاء الله قدرنا نقدم حاجه للمشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله قادرين، مباراه ان شاء الله في متناول فرقتنا طول ما احنا مركزين وفي حالتنا، وان شاء الله باذن الله المكسب يكون حلفنا في لقاء الجمعه اللي جاي. بشكركم كمان على المتابعه، بكره نتقابل حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم.